أود أن أبين أنه لحد هذه اللحظة لم تصدق أي ولاية نتائج الانتخابات، إنما فقط ذهبت به الإعلام CNN وأعلنت بفوز جو بايدن. ولو لاحظنا قبل يومين خطاب يعني الرئيس المنتخب جو بايدن قال على الشعب الأمريكي أن يصبر إلى أن تنتهي عد جميع الأصوات. هنا أكو نقطة خلاف، تيم ترامب وترامب يقولون والجمهوريين بأنه هناك فرق بين عد الأصوات القانونية الحقيقية والأصوات الغير قانونية. وماذا نعني بذلك؟ مثلا بنسلفانيا يعني كانت لها، اتخذت قرار من قبل المحكمة الاتحادية في ولاية بنسلفانيا في وقتها بأنها تستطيع أن تستلم البريد إلى يوم 3/11 ساعة 8 مساء بتوقيت بنسلفانيا. هنا الرئيس الأمريكي يقول هذا مخالف للقانون والدستور. الانتخابات الأمريكية ليست هكذا كما يعتقد الكثيرين، إنها مسألة قانونية، لأن الدستور كان واضحا جدا، يعني يوجد في الدستور الأمريكي أنه على يعني كل ولاية لها الحق بأن تقر قوانينها في الانتخابات، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة المركزية يعني الحكومة المركزية الكونغرس والمحاكم الدستورية لا تستطيع التدخل. هذا هو الفرق، لأنه تيم ترامب يقول يعني لفريق بنسلفانيا لست أنت الوحيد الذي تقرر، ولكن هناك دستور أيضا، هناك قوانين في الدستور.